قول لي بتشجع فريق ايه هنا في المغرب؟ في المغرب الكل يشجع الوداد عشان هي وداد الامه. طيب متوقع المباراه اللي هتكون يوم الاحد بين الوداد والاهلي هتبقى عامله ازاي وهتخلص كام النتيجه؟ مباراة ما تكون صعبة، بس الوداد راح يكسب 1-0، راح يسجل بوهرة. تمام، يعني مش شايف مثلا الاهلي مستواه كويس لدرجة ان هو مثلا ممكن يجيب جون هنا في كازابلانكا؟ لا، الوداد عقدة الاهلي ما راح يكسب. الوداد اقوى ولا الاهلي؟ الوداد اقوى. اتعرف بيكي وقولي لي انت بتشجعي فريق ايه هنا في المغرب؟ انا بسرعة عصفور، انا من المغرب وبشجع الوداد. قولي لي مباراة يوم الاحد بين الاهلي والوداد النهائي هتكون هتخلص كام 2-0 لصالح الوداد. مين اللي هيسجل الاهداف؟ متركي و ابو الفتح. اوكي، شايفه مين اقوى، الوداد ولا الاهلي؟ طالما انت بتقولي ان هو يكسبوا 2، مين اقوى فيهم حاليا في الماتش ده؟ الوداد، لانه في ارضهم وسايقين وبدهم يخلوا الكاس هنا في المغرب. شايفه ايه اكبر دافع للوداد هنا ان هو يكسب؟ ايه اكبر عامل بيخلي كفه الوداد ترجح عن كفه الاهلي؟ الجمهور والارضي. الجمهور، كلميني اكتر عن جمهور الوداد. هو بيتكلم عن نفسه احسن جمهور في افريقيا وبيعمل اي شيء عشان فريقه وبيروح معاهم لاي مكان. شايفه مين اخطر لاعبي الاهلي اللي انت شايفه ان هو ممكن يسجل خطوره على دفاع الوداد؟ كهربا. مش شايفه ان الاهلي ممكن يسجل هدف هنا في كازابلانكا؟ ما بدل. متاكدين هتكسب؟ متاكدين. ودي قولي لي جملة بتقولوها على طول كمشجعين وداديين للوداد. ديما وداد. اولا مرحبا بك في المغرب. ايمن بالخوا، صحفي موقع لو ماتان سبور. اكيد المباراه اصبحت روتينيه بالنسبه للمغاربه وبالنسبه للوداديين وايضا بالنسبه للاهلاويين والمصريين بصفه عامه. مواجهه الوداد والاهلي، لا احد يمكنه ان يتوقع نتيجه المباراه، لانه كما عودنا الفريقين معا مباراه الذهاب دائما ما تكون مغاير على مباراه الاياب، وهذا نهائي. اولا سيكون مغاير على نهائي السنه الماضيه، لان نهائي السنه الماضيه كان من مباراه واحده فقط، هذا نهائي من ذهاب واياب. الشوط الاول انتهى لصالح الاهلي بهدفين مقابل هدف واحد. الآن الأمور أصبحت بيد الأهلي شيئاً ما، لأنه الأهلي سيختار يا إما الهجوم والدفاع عن حدوده كاملة بتسجيل هدف آخر، أو سيرجع للوراء وانتظار طريقة لعب الوداد. نحن كمغاربة أكيد نتمنى فوز الوداد الرياضي، وهدف واحد سيسهل المأمورية للوداديين إذا سجل في الشوط الأول، أن الهدف الذي سجله في القاهرة جعل من الأمور ليست سهلة ولكن في المتناول. أكيد الوداد ند لند أمام الأهلي، لا أحد متخوف من الآخر، لكن نحن نثق في الوداد، وإن شاء الله الوداد سيفوز وستكون الكأس الثالثة على التوالي للوداديين على حساب الأهلاوية، وأكيد الكأس الرابعة للوداد. طيب شايف النتيجة هتخلص كام توقعاتك يعني؟ ما أتوقعه هو أن أكيد الوداد سوف يسجل، لكن لو سجل الأهلي يمكن أن تتغير المباراة بشكل كامل، ولكن أظن أن الوداد سيسجل، وعلى الغالب هدف لصفر لصالح الوداد. مين اللي هيجيب الهدف ده؟ أظن سامبو المهاجم، أظن سامبو، لأنه الوداد غالبا سيعتمد على الضربات الثابتة، على الكرات العالية. أكيد سامبو بضربة رأسية ممكن هدف حيجيب بالمصرية، الهدف حيجيب الكاس. شايف ان كفه الوداد ارجح من كفه الاهلي في المباراه؟ لا تماما، كفه الوداد وكفه الاهلي متساويتان، لكن بما ان المباراه ستلعب باستاد دونور، هنا نتكلم عن حضور الجماهير الكبير، هنا سنتكلم عن طريقه لعب مغايره للوداد، انه يحتاج هدف وعدم تلقي اي هدف من اجل ضمان اللقب. شايف مين من لاعبي الاهلي بيمثل خطوره على دفاع الوداد؟ هو شفنا الشحات لا في المباراة اللي كانت أمام الرجاء ذهابا وإيابا، ولا أيضا أمام الوداد. الشحات عامل موسم كبير جدا ومستواه عالي جدا، بالإضافة لبيرسي تاو وكهرباء أيضا. الثلاثي ده هو اللي ممكن نقول أنه صعب أنك تخليه ما يقتربش من منطقة الجزاء ومن التسديد ومن أنه يلعب كرات ويتقدم للأمام. الثلاثي ده نتعرف بيكي وقولنا مباراة الأهلي والوداد إن شاء الله يوم الأحد هتمشي إزاي والنتيجة هتكون كام؟ أول حاجة مرحبا بيكم في بلادكم التاني المغرب.
الماتش ديال الاهلي والوداد غادي يكون ماتش يعني صعيب بزاف، غادي يكون ماتش حاسم. شفنا في مباراه الذهاب يعني الاهلي تفوق على الوداد بهدفين لواحد، ولكن الهدف ديال الوداد يعني حتى هو كان في وقت مناسب. كيف كنعرفوا يعني هدف في البلد المضيف يعني كيتحسب بجوج اهداف، يعني في مباراه الاياب غادي يكون حاجه اخرى. غادي يكون ماتش صعيب، يعني الاهلي عنده حظوظ وكذلك الوداد عنده حظوظ، يعني غادي تكون كيف كنقولوا حنا ماتش قاصح بزاف. وكنتمنوا حظ سعيد يعني الممثل المغرب اللي هو الوداد الرياضي، كنتمنى له لي حظ موفق. شايفه النتيجه ممكن تخلص كام كام؟ يعني النتيجه ما نقدرش نحكموا عليها حيت الاهلي قادر يسجل وكذلك الوداد قادر يسجل، يعني وغادي يكون ضغط جماهيري كبير. وكنعرفوا ان الوداد يعني نادرا ما كتخسر في في الملعب الربع كيف كنقولوا مركب محمد الخامس، يعني غادي تكون مباراه صعيبه ما نقدرش نتوقع النتيجه. مين شايفاه في هجوم الاهلي ممكن يشكل خطوره على دفاع الوداد؟ انا بقول يعني في هجوم الاهلي يعني حسين شحاته لاعب يعني عنده مهارات جميله جدا، وكنشوف كيفاش يعني في الماتش اللي قبل كيفاش كان كيهاجم، يعني كنقول حسين شحاته. هي في الحقيقة مباراة صعبة على الفريقين، خصوصا فريق الأهلي، لأن الوداد سيكون مدعم من جماهيره الغفيرة. كما كيعرف الجميع بأن ملعب محمد الخامس إذا كانوا كيدخلوا عليه 40,000 متفرج في هذه المناسبة وهذه المباراة كيدخلوا 60,000 ولا 80,000 متفرج، وهذا غيكون دافع للفريق الوداد لتحقيق اللقب الثاني على التوالي، والثاني على التوالي، والثالث على ظهر فريق الأهلي المساء. انت شايف ان كفه الوداد ارجح في الماتش ده من النادي الاهلي، مع ان الاهلي كان كسبان 2-1 في القاهره، يعني ليه الافضليه في العموم؟ الافضليه دائما تبقى في المغرب الفريق الوداد، والهدف اللي سجلوه في مصر كيعطيهم افضليه كبيره بمقارنه مع الاهلي، لان نتيجه 1-0 تعطي للوداد اللقب. شايف النتيجه هتخلص كام كام؟ الماتش هيخلص كام كام؟ مباراة ستبقى كما قلت صعبة، الأفضلية دائما ستكون فريق الوداد اللي غيكون مدعم بجماهير الغفيرة. كما كعرف الجميع أنه الملعب اللي في هذه المباراة هو في الأصل 45,000 متفرج، ولكن بالنسبة لهذه المباريات اللي كتكون نهائية وحارقة يقدر يدخلوا الجماهير حتى 80,000 اللي غتساند الوداد، والوداد كيبقى عنده الأفضلية عن طريق الهدف اللي سجلوه في مصر، هو اللي كيعطيهم أفضلية كبيرة وكيخليهم دائما صاحبي الافضليه، لانه نتيجه 1-0 كتعطي اللقب للوداد. و كنظن هيكسب 1-0، كنظن الوداد هيكسب 1-0، ولكن الاهلي حتى هو راح يعمل مباراه كبيره كما عملوا في مباراه الذهاب، ولكن يبقى دائما افضليه للوداد. مين في الاهلي شايفه يشكل خطوره على دفاع الوداد؟ بيرسيطا والشحات ومحمود كهرب وقفش صاحب نهائي الزمالك، دول الرباعي اللي ممكن يشكل خطوره على دفاع الوداد. ولكن يبقى خطوره دائما عند الاهلي في وسط الميدان، لان وسط الميدان عند الاهلي قوي بعمرو سوليه واليو ديانج اللي كيعطيو قوه في وسط ميدان فريق الاهلي. بتشجع فريق ايه في المغرب؟ وشايف المباراه بين الاهلي والوداد يوم الاحد هتكون عامله ازاي؟ ان شاء الله الوداد غتربح بجوج زيرو. كم؟ 2 0 2 0 2 0 مين اللي هيسجل الاهداف؟ غادي ماكي بوهرا، وان شاء الله سامبو ولا زولا. سامبو شايف المباراة هتكون صعبة ولا في المتناول بالنسبة للوداد؟ المباراة هتكون صعبة شوية، ولكن الوداد إن شاء الله راح تربح. أهلي فارق كبير شو، ولكن الوداد فارق شو كبير إن شاء الله، ولكن نغرب دونور إن شاء الله. هل شايف إن الوداد ليه الأفضلية بسبب الهدف اللي سجله ولا بسبب الجمهور؟ دابا ديك البيت ديال الآلي هو اللي كان غيدير مع الوداد مزيان في الروتور إن شاء الله، وكيف عارفوا الجمهور
باش اللعابه ديال الاهلي كيخافوا من المقبره الضغمه ومره كيخافوا منها بزاف. بتشجع نادي ايه في المغرب؟ وداد. وداد. ممكن اعرف منك المباراه بتاعت يوم الاحد هتنتهي كام كام النتيجه؟ مين اللي هيكسب، الاهلي ولا الوداد؟ شو واحد وداد 2-1 ورقة الحاب قطع الله يدير خير. 2-1 للوداد. اللاعب اللي هيسجل الهدفين جبران. توقع المباراة بين الأهلي والوداد هتبقى عاملة ازاي؟ هي مباراة يعني صعبة على الوداد، لكن لأنه الأهلي خبير في البطولة دي، لكن أنا بقول الوداد راح يكسب، يعني لأنه في مركب محمد الخامس دائما الوداد يكسب. كم هو بابا الأهلي؟ النتيجة كام؟ ان شاء الله ان شاء الله انا بتمنى 2-0 ان شاء الله. مين اللي هيسجل الاهداف؟ ان شاء الله بتمنى السامبو يوقع 2. طيب خايف من مين في هجوم الاهلي؟ مين شايفه اخطر على دفاع الوداد؟ ما بضلش النبر، اللعيبه كلهم بيتعاملوا كويسين. ما فيش ولا لعيب في الاهلي يعني مميز علي مميز يهدد دفاع الوداد؟ لا ما بضلش، هم كاملين كويسين من شحات حتى كاملين كويسين شناوي. ولا مش كويسين؟ لا كاملين كويسين. كويسين. قول لي مباراة يوم الحد هتبقى ماشية ازاي؟ حضرتك الأول بتشجع نادي الوداد ولا نادي ايه هنا في المغرب؟ أولا مساء الخير، مرحبا بك في كازابلانكا. أنا حقا أنا رجاوي، لكن بشجع الوداد لأنه بطبيعة الحال هو فريق يعني بلد. بس مقابلة يعني يوم الاحد ان شاء الله غتكون مقابلة ماشي سهلة تكون قوية، نظرا للفرق يعني بجوج من احسن الفرق في صعيد افريقيا. بالنسبة للامكانيات كتبان لي انا متساوية، يعني جوج فرق عندهم نفس اللاعبة، نفس المؤهلات، نفس الطموح. يعني ولو ان مصر متفوق على الوداد من ناحيه يعني عدد فوز بهذا الكاس، لكن الوداد يعني كيطمح انه يزيد يتفر بهذا الكاس للمره الثانيه على التوالي. شايف المباراه ممكن تنتهي كم كم النتيجه؟ بصراحه يعني بحكم الوداد في النهائي في البلد ديالو، عندي احساس ان الوداد غادي يفوز، لكن متخوف ان المصريين يقدر يعني يقدروا في اي لحظه يسجلوا هدف. يعني هذه هي النقطه المخيفه في المقابله. يعني لو سجلوا هدف يعني الوداد باي باي الكاس. مهمته هتصعب. نعم مهمته هتصعب كثير كثير كثير، لان الخطه ديال المصريين لو يعني من تسجلوا الهدف يرجعوا لورا يسدوا لك المنافذ كلها. تمام. مين اللي ممكن يسجل الاهداف ومين اللي شايفه في في في, في الاهلي في هجوم الاهلي ممكن يشكل خطوره على دفاع الوداد؟ عندهم لاعب شحاته، يعني لاعب خطير، وفي لاعب كمان اسمه على ما اظن كهربا. ايوه اللعيبه كلهم تبارك الله عليهم ما شاء الله يعني مزيانين. شايف مين ممكن يسجل الاهداف؟ سامو فقط. الوداد ما عندهاش لاعبين اللي يعني يشكلوا خطر كثير.